السلام عليكم مشاهدينا ومتتبعي قناة احترف العود، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد. أول شيء أريد أن أقول لكم المزيد من الدعم، الاشتراك واللايك وتعليقات تحفيزية للقناة لكي نستمر إن شاء الله. وأريد أن أطلب منكم دعم مشاهدينا الكرام لكل عشاق آلة العود وعشاق الموسيقى بصفة عامة، أن يدعمونا على الباي بال لكي نحصل على معدة تصوير، لا من ناحية الصورة ولا من ناحية الصوت، حتى نقوم بأعمال إن شاء الله تكون في المستوى ونوصل لكم الشروحات والمزيد من الأفكار الجميلة إن شاء الله. سأترك لكم رابط الباي بال لكي تدعمونا مشاهدينا الكرام، وشكرا لكم مسبقا. إذا مشاهدينا الكرام، للاشتراك في الدورات التعليمية لتعليم العزف على آلة العود من الصفر إلى الاحتراف، ما عليكم سوى التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني أو التواصل معنا عن طريق الواتساب. كما يمكنكم متابعتنا على قناتي الثانية بعنوان Wood and Nature، سأترك لكم أيضا الرابط، وتابعوني أيضا على انستغرام فيها الكثير من الأشياء الجميلة، وسنقوم ببعض الأعمال الجديدة إن شاء الله وننزلها على انستغرام. إذا تابعونا مشاهدينا الكرام ولنبدأ شرح هذا الدرس. في هذا الدرس مشاهدينا الكرام سوف نتطرق لشرح مقام جميل جدا، ألا وهو مقام النهاوند من درجة دو. سوف نشرح كيف يمكنني أنا كعازف متوسط أن أضع تقسيم احترافي على هذا المقام، أو أنا كعازف مبتدئ كيف يمكنني أن أضع تقسيم، أو أنا كعازف بصفة عامة كيف يمكنني أن أستفيد من اتساع الوقت في التقاسيم وأن أخذ أطول مدة ممكنة لكي أضع تقسيم جميل وتطريبي في هذا المقام أو في الكثير من المقامات. إذا المشاهدين الكرام، كما يجب على أي عازف أو متعلم أن يعرف في البداية، أنه يجب عليه ومن الضروري أن يتعرف على العلامات الموسيقية لمقام النهاوند. هذه البداية، يتعرف على الثمان علامات التي يتكون منها مقام النهاوند. ثاني شيء، يجب عليه أن يتعرف على الجنسين الذي نستخرج منهما مقام النهاوند. يتكون طبعا من جنسين، أو ربما يكون يتكون من ثلاث أجناس. إذا نحاول أن نحلل هذا الوضع. المسألة الموالية مشاهدينا الكرام، يجب علي أنا كعازف على آلة العود أو على الكمان أو على أي آلة موسيقية أن أعرف الكثير من الأشياء. المسألة الموالية مشاهدينا الكرام، يجب علي أن أتعرف على الكثير من طرق لبداية التقسيم، لأن التقسيم يبدأ بطريقة بسيطة جدا، ونستعرض يعني طرق الاستهلال. بعده يمكنني أن أظهر الجنس الثاني، وبعد يمكنني أن أضع زخرفات وأن أعزف في الجوابات للمقام، وفي الأخير يمكنني أن أخطط لطريقة قفل أو إنهاء التقسيم بطريقة تطريبية تجعل المستمع يصفق أو يقول آه يا سلام مثلا. كل هذه المعلومات يجب على أي عازف أن يعرفها في البداية، وبعد يمكنه أن يطبق على الآلة مباشرة ويزيد من البحوث فقط في مقام واحد. ربما يأخذ معه وقت طويل لكي يتعلم الاحتراف في مقام، يعني لا يجب أن أقول مثلا مقام النهاوند يتكون من 8 علامات وأكتفي، طبعا لا، هناك الكثير الكثير من المعلومات يحتاجها العازف لكي يعرفها حتى يتقن العزف أو يأخذ معه عزف مطول لآلة العود في جميع المقامات. إذا المشاهدين الكرام، حتى نطيل الكلام، وأهم شيء يكون هو هذا الكلام، لكن الكثير لا يرغب في كثرة الكلام، نطبق مباشرة على العود مقام النهاوند. إذا المشاهدين الكرام، مقام النهاوند يتكون من دو، العلامة الثانية ري، العلامة الموالية مي بيمول، فا، السلم نزولا ليس كالصعود. عزفنا في النزول
يشكل يعني مشكل أو تشويش. إذا عندما أتعرف على مقام النهاوند من ناحية عزف السلم، وبعدها يمكنني أن أضع تحليل لهذا المقام حتى أزيد في التعرف على شخصيته. إذا يتكون من الجنس الجدع أو الجنس الأول. هذا هو الجنس الجدع. الجنس الفرع. جنس حجاز سول. في الرجوع يكون جنس كورد. لأننا عزفنا سي بيمول وليست سي الطبيعية. هذا الجنس في الرجوع. جنس الحجاز في النزول. إذا أردت أن أعزف السلم بطريقة صحيحة، أوكي، يعني بهذا الشكل، هذا هو مقام النهاوند. إذا في البداية مشاهدينا الكرام، كتقسيم أو كارتجال على مقام النهاوند من درجة الضوء بسيط جدا كباقي المقامات التي سبق وشرحناها، يعني نعزف بطريقة أو بجملة استهلالية تكون بسيطة جدا، بسيطة حتى على المبتدئين من الصفر، يعني يمكنه أن يضع هذه الجمل البسيطة لبداية التقسيم. على سبيل المثال نبدأ بسي الطبيعية في القرار وبعدها دو، يعني بهذا الشكل فقط. هذه الجملة تظهر لي بأنه مقام النهاوند واستهلال رائع جدا. هذا بسيط في أن أعزفه كعازف، ولكن يعني في قيمته لبداية التقسيم يكون كبير جدا. سي دو، أوكي، الارتكاز، يعني بداية جميلة. أو مثلا هذه الجملة، يعني عزفت سي، عفوا، دو سي لا سي دو ري مي ري دو سي دو. بعدها يمكن أن أضع جمل بسيطة جدا في الجنس الجدع. الاستهلالية لهذا المقام. إذا أردنا أن نشرح فقط هذه الجمل ربما نأخذ بعض من الوقت، هناك من سيقول كثرة الكلام، لكن التقاسيم جملة أو تقسيم لمدة دقيقة ربما يأخذ شرح لساعات طوال في الشرح، لأن هناك أشياء لا يعرفها الكثير، يعرفها من يتمكن من العزف أو عازف. إذا أردنا أن نشرح فهناك المعلومات كثيرة جدا. على سبيل المثال عندما أعزف على هذه النغمات أو هذه العلامات الموسيقية، إذن أنا أذكر فقط العلامات، مثلا هذه فقط، لم أذكر بأنني مثلا عزفت ضوء في الاستقرار وبدأت أخفض الصوت، لم أعزف بنفس القوة ونفس المستوى من ناحية الصوت. هذه من جهة، وحتى من ناحية السرعة، سرعة سماع النوتة، مثلا دو 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 أو دو دو دو، وتكون بطيئة في الأخير مع نقص الصوت لكي يكون تطريب وجمالية العزف. هناك لمسة أخرى، أضع مثلا فيبراتو في مكان دو، لاحظ ليس فرق، هناك فرق كبير ما بين هكذا وما بين هناك، نغمة تكون واضحة جدا. كيف أفعل هذه النغمة؟ أعزف ضوء وأقوم بتحريك هكذا، ليس سحب الإصبع أبدا، في مكان ضوء أقوم فقط بتضوء دون تحريك الإصبع، لأن ما بين علامة ضوء وسي
هناك تسع ومضات، يعني تسع من الأصوات ما بين دو وسي. نقول بأن علامة دو تأتي بعدها سي، ولكن ما بين دو وسي هناك تسع ومضات، أي تسع من الأصوات. يعني إذا أنا عزفت بشكل خاطئ ربما أضغط على علامة وأقول بأنها دو، لكن تحتاج إلى بعض الومضات لكي تكتمل علامة دو. إذا عندما أضع هذه الطريقة أنا أمر على بعض الومضات ولكن في إطار صوت دو أو سي مثلا، يعني بهذا الشكل. أوكي، ليس إذا قمت بهذا الفعل ربما أعزف دو وسي جمعت ما بين هاتي العلامات مثلا ولا يكون جيد في العزف. مثلا عندما أعزف دو فقط في مكان، يعني بهذا الشكل، يعني هذه الأمور نشرحها. مثلا هناك فرداش، هناك بعض اللمسات بالأصابع، هناك التريولي مثلا، عزف تريولي. يعني هذه الأمور كلها لا تشرح بشكل يعني مدقق، لكن هي السبب وراء جمالية كل هذه التقاسيم. يعني جملة واحدة ربما تأخذ معي وقت لكي تكون الجملة واضحة ومشروحة بشكل مدقق. إذا التقسيم يبدأ من سي دو مثلا مع ذكر القرار، أظهر يعني الجنس الأول. بعد ما ذكرت الكثير من الجمل وأنا أستقر في ضوء، بعد يمكنني أن أضع استهداف لبعض العلامات الموسيقية. مثلا أستهدف علامة فا لكي أغير من صوت ضوء الذي يذكر بشكل مكرر، ربما يكون فيه ملل لدى المستمع. ضوء، أوكي؟ يعني مثلا أحاول الاستقرار أو الارتكاز في بعض العلامات، ولكن لا يكون مطول، يعني فقط أمر عليه بشكل خفيف. يعني بهذه الطريقة. بعد ما عزفت بعض الجمل الاستهلالية في مقام النهوند بهذا الشكل، ربما أخطط الآن لكي أعزف الجنس الآخر، كي أظهر الجنس الثاني. مثلا هذه الجملة، أو ربما أعزف السلم كاملا. ربما مثلا بهذا الشكل عزفت السلم دو ري مي فا سول لا سي دو سي لا سول فا مي ري دو ري مي فا مي ري دو، يعني بهذا الشكل مثلا، حتى لا أعزف جملة تكون قصيرة في من ناحية الجنس الثاني. ربما أنا أخترع أو أكتشف أو ربما أزيد فقط تغيير العلامات الموسيقية. مثلا أعزف السلم بهذا الشكل،
وأنا عزفت يعني الجنسين معا، أو ربما أعزف مثلا كثيرة جدا لكي أضع تقسيم مطول فقط في بعض الجمل. أنا أغير وألون بعض الزخرفات، كما يمكنني أن أضع بعض التقنيات مثلا لمسات تكون جميلة مثلا في المقام، أو سرعة مثلا أكتشف أو أعبر عن تقسيمي عن إحساسي بسرعة معينة مثلا في العزف، وهذا يعطيني يعني مجال أوسع في التقاسيم. بعد يمكنني مثلا أن أبدأ التقسيم من الجواب، يعني ضوء السلم الذي ذكرت في الأول يتكرر هنا، ضو ري مي بيمول فا سول لا بيمول سي طبيعية إلى ضو ضو. رجوعا لاحظ معي، نعزف ضو بهذا الإصبع هنا، هنا ضو، هنا كانت سي في هذا المكان، سنحولها إلى هنا لكي تصبح سي بيمول. يعني إذا أردت مثلا أن أظهر بعض التقاسيم هنا أو بعض الجمل يمكنني ذلك بكل سهولة. إذا المشاهدين الكرام، عزفنا مقام النهاوند من ناحية الجوابات واختلف الصوت حتى لدى المستمع، وبعدها يمكنني أن أعود إلى الوضعية الأولى لكي أعزف بعض الجمل مشاهدين الكرام، وهذا يعطيني مساحة أوسع وأطول للتقاسيم بهذه المعلومات. وربما الآن نأتي إلى مرحلة التخطيط إلى كيف يمكنني أن أقفل التقسيم، كيف يمكنني أن أختم تقسيم أو أضع قفلة. يمكنني أن أستعرض كل ما تمكنت من مهارة في عزف لهذا المقام وأضع يعني ختام للتقسيم. على سبيل المثال، إذا المشاهدين الكرام هكذا أكون قد عزفت مقام النهاوند أطول ما يمكنني أن أعزفه. هناك الكثير جدا من المعلومات لا زال يجب أن يبحث فيها الإنسان حتى يتمكن من جمع معلومات كثيرة وكبيرة جدا في مقام النهاوند لكي يضع ارتجال مطول أو تقسيم على هذا المقام الجميل. طبعا هناك الكثير من الأشياء. إذا المشاهدين الكرام نكتفي الآن، ربما نضع الجزء الثاني في هذا الدرس. إذا لا تنسوا دعمي بالاشتراك، ولا تنسوا كما قلت لكم في بداية الفيديو
وشكرا لكم، وإلى اللقاء في انتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم مشاهدينا الكرام، يمكننا أن نطبقها ونضعها في أحد الدروس المقبلة إن شاء الله. ولمن أراد التواصل معنا فألف مرحبا بالجميع، شكرا لكم.